احنا من واجبنا انه نطلع جوهره نقدمها للجمهور. احنا من واجبنا انه نطلع جوهره نقدمها للجمهور. احنا من واجبنا انه نطلع ما القى بيها اني الشيء اللي ادور عليه حتى يكون هذا التالنت. ممكن اللجنه اللي معايا يختاروهم، مو غلط تصير. أنا بالنسبة لي شوية إنسان صعب باختياري للموهبة، لأنه أحب الفنان يكون متكامل بالنسبة لي، يعني أختاره كصوت وشكل وثقافة موسيقية وكاريزما، يعني إنسان يكون عنده شخصية حلوة، هذا يكون جاهز وسهل التقبل من قبل الجمهور. بالنسبة لي ما أحس الحظ يلعب دور معاي أنا بالذات، لأنه أنا تعبت بهذا المشوار الفني، تعبت بصار 10 سنين أشتغل على نفسي وصعدت السلم درجة درجة، لأنه اللي يصعد بسرعة راح ينزل بسرعة، فبنيت اسمي وبنيت اسم بقوة.